السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هنا قسم قسمي وصل معكم الثورة في هذا الحديث الخاص بالجبهة الشعبية في هذا الموقف المخزي. كان لابد علي أن أتقدم إليها بالعزاء الفكري، العزاء السياسي، وخاصة لأنبر قرطفة على وزن الشاعرة أنا أخماطفة. الشاعرة أنا أخماطفة هذه الشاعرة التي كونت وشكلت الشخصية الروسية المناضلة من نوع بوشكين، يواس، لوبيل، لوبوف، يشو، بيت موجد. هذا درس التوفيقوف بمبريكوف الذي يقول على الدكتور مصطفى المرزوقي كلب بين كلب. نحب نقول لك بل الدكتور قال عليك في يوم من الأيام إنك بسيدو إكريفان، واليوم توضح جليا أنك سيفري بسيدو إكريفان، بسيدو مثقف، لأنك وصلت إلى الرذالة، إلى الدناءة. فهم؟ لأنك ما تنجمش تكون ريفرنس. الشعب التونسي عنده سي بروبر ريفرنس. يعني أنت وحمى الهمامي وكل ما في الجبهة من ما يسمى بأدمغة أو مفكرين ما كمش قادرين تبنوا قوة ذاتية. أنتم قادرين إلا أنكم تتنكروا لهذا الشعب العظيم الذي أكرمكم، الذي أكرمكم. فهم؟ لأنك لم تكن في الثورة سي حمى الهمامي، لأنك ترتزق اليوم من الثورة، لأنك أنت بمبريكوف كيف كيف ترتزق من الثورة، ترتزق عبر النظام الذي هجر وقتل وعذب واغتصب كل الشعب التونسي. تقف معه اليوم جنبا إلى جنب لتركع الشعب التونسي من جديد. أقول لك يا حمى الهمامي، لن أترك لك فرصة أبدا، ولتعلم جيدا وأني الفتى، وأني أبيت، وأني عصيت، وأني أتيت، وأني لآت على من أتى. فلتعلم جيدا أن قاسم لا يلعب النرد، وأن الثورة التي كتبت من أجل أبنائنا الصغار، من أجل أن نبعث فيهم الأمل، يجب أن تكون أن تتواصل وستتواصل رغم أنفك ورغم أنف الجبهة الشعبية ورغم أنف البجي قائد السبسي ورغم أنف العصابات النافلة. اليوم توقف أنت موقف مخزي، تقف مع النظام الذي هجر ملايين من الشمال الغربي في النزوح في كل أحياء تونس الكبرى. تقف مع النظام اللي جوع الجنوب، مع النظام الفاشي الذي قنص تالا والقصرين وسيدي بوزيد والأحياء الشعبية. هذا يهوى الباجي قائد الزبلة الذي تريد أن تدعمه الجبهة، النظام اللي يقتل في الشرفاء المحامين، النظام اللي قتل طارق المكي، واللي قتل كل الزهور اللي خرجت في الشعب التونسي. الشعب هذا يا سي حمى أعظم منك، وأعظم التفكير البسيط متاعك والحقد الإيديولوجي اللي عندك. نحن ننتصر أو لن نضل، وننتصر من أجل عزتنا وكرامتنا يا سي عبد الناصر العويني، اللي ما تعرفش تفسر.
أنت الغريب على هذه الثورة، أنت مش غراب، أنت لا تسوى، لا تعني لنا شيئا. جابوك في التلفزة على أن تتكلم كلاما لا يعني للثوار شيئا، لأنك لا تمثل شيئا. ننتصر أو نموت نحن من أجل الأرض، إن ولاءنا للأرض، ولاءنا لشعبنا، من أجل أبنائنا، من أجل الصغار اللي عمرها 5 سنين، اللي عمرها 5 سنين سنضرب من أجله حتى الموت. تعرف تفسر؟ إيش تعرف؟ لا تفقه في السياسة شيء، فلتخرس، وإلا باستطاعتي أن أخرسك. اعلم يا حم الهمامي أنك ترحل وسترحل. خذ 150,000,000,000 وارحل، خذ نساءك وارحل، خذ الزيت والزيتون وارحل، خذ ما شئت وارحل، فلا شيء لي سوى هذا القبر. ترحل كلبا تموت وكلبا ترحل، هذا شعار الثورة التونسية بإمضاء قاسم قاسم، بإمضاء قاسم قاسم، وقادها الدكتور مصطفى المرزوقي. ذلك أن المدونين هم من اختاروا هذا الشخص ليقود الثورة ويسقودها رغم أنفك. تونس ما حشتهاش ببريكوف، تونس عندها لريفرنس متاعها. في كل حي خلقنا زهير يحيوي، في كل بيت خلقنا قاسم، في كل قرية خلقنا قاضي عادل، قاضي مختار يحيوي، في كل بيت خلقنا قلم سليم بوخذير. ما نستحقولكش أبدا، فلتخرس فلتخرس وإلى الأبد. السلام عليكم.